أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله فأوحى إلى عبده ما أوحى فأوحى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ما كذب الفؤاد
ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى أفتمارونه على ما يرى لقد راى من آيات ربه الكبرى لقد راى من آيات ربه الكبرى لقد رأى من آيات ربه الكبرى لقد رأى من آيات ربه الكبرى أفرأيتم اللات والعزى ومناة الأخرى أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى لقد رأى من آيات ربه الكبرى لقد رأى من آيات
صدق الله العظيم. ونستمر الآن مع قراءة سورة الضحى حتى سورة المسد بالقراءات السبع من طريق الشاطبية. Dilanjutkan dengan pembacaan maqra oleh Khatimah bil qira'atis sab'. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنْ
من الأولى وللآخرة خير لك من الأولى وللآخرة خير لك من الأولى من الأولى وللآخرة خير لك 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 من الأولى من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ولسوف يعطيك ربك فترضى ولسوف يعطيك ربك فترضي ألم يجدك يتيما فآوى ألم يجدك يتيما يجدك يتيما فآوي فآوي ألم يجدك يتيما فآوي فآوي ووجدك والعاديات
صبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم القارعة ما القارعة وما أدريك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدريك ما هي نار حامية لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم ألهيكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترون إنها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم والعشر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدريك ما الحطمة
نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. لإلاف قريش إلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. لا بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. لا فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. هو الأبتر. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا لكم دينكم ولي دين. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح
ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد لا صدق الله العظيم. أيها الحاضرون الأفاضل، والآن مع قراءة التختيم والذي سيقرأه فضيلة الشيخ الحاج عبد الحميد عبد القادر منور، وسيتبعه دعاء ختم القرآن والذي سيقرأه فضيلة الشيخ الحاج محمد نجيب عبد القادر منور. prosesi wisuda khatmil Quran telah usai. Dilanjutkan acara yang keempat, yaitu pembacaan takhtim yang dipimpin oleh yang terhormat Kyai Haji Raden Abdul Hamid Abdul Qadir, dan dilanjutkan dengan pembacaan doa khatmil Quran yang akan dipimpin oleh yang terhormat Kyai Haji Raden Muhammad Najib Abdul Qadir. Kepada beliau kami persilahkan. Biniyati du'a as-salamah wal-qabul bijahi Sayyidi Rasul Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabi wa azwaji wa zuriyati wa ahli baitihi al-kiram thumma ila ikhwanihi minal anbiya wal-mursalin alaihi musallatu wassalam minal jami'i sahabati wal-qarabati wa tabi'in wa tabi'i tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin من جميع أولياء الصالحين والشهداء والعلماء العاملين والقراء والمفسرين والفقهاء والمحدثين ثم إلى جميع مشايخنا ومعلمنا خصوصا حضرة المرحوم شيخ مشايخنا محمد منور بن عبد الله رشاد بن حسن بصري وإلى عبدك الفقير أبينا عبد القادر المنور وأصولهما وفروعهما ومشايخهما وتلاميذهما ومحبهما لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب
ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوا يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين آمين الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي والمؤمنين آمين
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وغذائها وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات اللهم ربنا تقبل منا ختم القرآن وتجاوز عما كان منا في تلاوته من خطأ أو نسيان أو تحريف كلمة عن مواضعها أو تغيير حرف أو تقديم أو تقديم أو تأخير أو زيادة أو نقصان أو تأويل على غير ما أنزلته أو ريب أو شك أو تعجيل عند تلاوته أو كسل أو سرعة أو زيغ اللسان أو وقوف بغير وقف أو إدغام بغير مدغم أو إظهار بغير بيان أو مد أو تشديد أو همز أو جزم أو إعراب بغير مكان فاكتبه منا على التمام والكمال والمهذب من كل ألحان فاغفر لنا ذنوبنا يا رباه ويا سيداه ولا تؤاخذنا يا مولانا وارزقنا فضل من قرأه مؤديا حقه مع الأعضاء والقلب واللسان وهب لنا به الخير والسعادة والبشارة والآمال ولا تختم لنا بالشر والشقوة والضلالة والطغيان ونبهنا قبل المنايا من نومة الغفلة والكسلان وآمنا من عذاب القبر ومن سؤال منكر ونكير ومن أكل الديدان وبيض وجوهنا يوم البعث وأعتق رقابنا من النيران ويمن كتابنا ويسر حسابنا وثقل ميزاننا بالحسنات وثبت أقدامنا على الصراط وأسكننا في وسط الجنان وارزقنا جوار محمد عليه الصلاة والسلام وأكرمنا بلقائك يا ديان وأكرمنا بلقائك يا ديان استجب دعانا بحق التوراة والإنجيل والزبور والفرقان وأعطنا جميع ما سألناك به في السر والإعلان وزدنا من فضلك الواسع بجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين اللهم صل على سيدنا محمد صاحب الشريعة والبرهان برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم زيننا بزينة القرآن واكسنا بخلعة القرآن واهدنا بهداية القرآن واهدنا بهداية القرآن واهدنا يا الله بهداية القرآن واختم لنا بتلاوة القرآن ونور قبورنا بنور القرآن وحشرنا مع أهل القرآن وحشرنا مع أهل القرآن وحشرنا مع أهل القرآن ونجينا من النيران بشفاعة القرآن وأدخلنا الجنة بكرامة القرآن وارفع درجاتنا بفضيلة القرآن وعافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة بحرمة القرآن يا ذا الفضل والإحسان اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا وفي القبر مونسا وفي القيامة شافعا وعلى الصراط نورا وفي الجنة رفيقا ومن النار سترا وحجابا وإلى الخيرات كلها دليلا وإماما بفضلك وجودك وكرمك يا رحيم يا رحمن اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهر واجعله لنا حجة يا رب العالمين اللهم لا تدع لنا في مجلسنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا كشفته ولا مريضا إلا شفيته ولا دينا إلا قضيته
ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات وألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم وانصرهم على عدوك وعدوهم يا إله العالمين. اللهم انصر سلطاننا إمام المسلمين نصرا عزيزا دائما واجعل علماءه ووزراءه ووكلاءه بالقرآن العظيم ولا تجعل للكافرين على المؤمنين سبيلا. اللهم قهر أعداءنا وأعداء الدين. اللهم انصر جيوش المسلمين وعساكر الموحدين. اللهم بلغ وأوصل وتقبل مثل ثواب ما قرأناه من القرآن العظيم إلى روح سيد المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وإلى حضرة آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابهم الملائكة المقربين صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين وإلى جميع الصحابة والقرابة والتابعين والشهداء والأولياء والعلماء والصالحين وإلى حضرة جميع أهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات خصوصا إلى حضرة الشيخ مهدي حجي محمد منور بن عبد الله الرشاد وأزواجه وأولاده وذريته ووالديه وأصوله وفروعه وأشهاره وحواشيه ومشايخه ومشايخ مشايخه وأهل سلسلته وتلامذته وأصدقائه وأقربائه وأحبائه ومن قبر حواليه من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واجعل الجنة مثواهم. اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنان ولا تجعلها خفرة من خفر النيران. اللهم انفعنا بعلومهم اللهم انفعنا بعلومهم وامددنا بأسرارهم. ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا وأعمامنا وعماتنا وأخوالنا وخالاتنا وإلى أرواح من علمنا وأحسن إلينا وإلى أرواح جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات عامة أجمعين يا رب العالمين. استجب دعاءنا بحق من أرسلته رحمة للعالمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين آمين آمين. تقبل الله منا ومنكم تقبل يا كريم. آمين يا رب العالمين. عسى الله أن ينفعنا بالقرآن ويبارك لنا فيه ويجعلنا من أهله بجاه سيد المرسلين وآله. نرجو من فضيلة الشيخ عبد الحميد عبد القادر أن تعودوا إلى مجلسكم ونرجو من الطلبة الحفاظ والحافظات أن تظلوا فوق المنصة. Demikian tadi pembacaan takhtim dan doa khatmil Quran kepada yang terhormat Kyai Haji Raden Abdul Hamid Abdul Qadir. Dipersilahkan untuk menempati tempat semula. Dan kepada yang terhormat Kyai Haji Raden Muhammad Najib Abdul Qadir serta para khatimin dan khatimat untuk tetap berada di mimbar kehormatan. ننتقل إلى البرنامج التالي وهو تكريم الحفاظ والحافظات وتسليم الشهادات من قبل الشيخ محمد نجيب عبد القادر منور من فضيلته فليتفضل مشكورا مأجورا.
Kini tiba saatnya acara yang kelima, yaitu penyematan sorban dan penyerahan syahadah kepada khatimin yang dipimpin langsung oleh pengasuh Pondok Pesantren Al-Munawwir Kyai Haji Raden Muhammad Najib Abdul Qadir. Kepada beliau kami persilahkan. Ya Rabbana bi nabiyyina al-'adnani khairil anami wa sayyidil akwami wa bi alihi wa sahbi alamin تابعين لهم مدى الأزمان يا ربنا بنبينا العدنان خير الأنام وسيد الأكوان وبآله وصحبه على الهدى والتابعين لهم مدى الأزمان وامنن علينا بالهداية والتقى والبر والتوفيق والعدعان واسلك بنا طرق السعادة والتقى والعلم والعرفان والرضوان يا ربنا بنبينا العدنان خير الأنام وسيد الأكوان وبآله وصحبه أعلى تابعين لهم مدى الأزمان وامنن علينا بالهداية والتقى والبر والتوفيق والعدعان واسلك بنا طرق السعادة والتقى والعلم والعرفان والرضوان يا ربنا بنبينا خير الأنام وسيد الأكوان وبآله والصحب أعلام الهدى والتابعين لهم مدى الأزمان
Nama-nama khatimin 30 juz bil ghaib qira'ah masyhurah. 1. Muhammad Irhamni sarjana komputer bin Baba Asyikin Tegal Jawa Tengah. Astaghfirullah. 2. Muhammad Mahi Burkuman bin Bapak Kiai Haji Khalilullah Anwar Depok Jawa Barat. Astaghfirullah. 3. Muhammad Fatihul Jinan bin Bapak Warsito Mojokerto Jawa Timur. Empat, Muhammad Khairul Rafiqi bin Bapak Muhammad Mahfud Bondowoso Jawa Timur. Sayyidina Muhammadin fi ajsadina. 5. Muhammad Hamam Nasiruddin bin Bapak Kiai Haji Muhammad Ibnu Mu'di Trenggalek Jawa Timur. 6. Miftahur Rizqi Fauzanka bin Bapak Kiai Haji Ahmad Marzuki Mastur Cilegon Banten. 7. Muhammad Abdul Faqih bin Bapak Muhammad Rifai Semarang Jawa Tengah. Astaghfiru Muhammadan Rasulullah. 8. Ahmad Muzaffar bin almarhum Bapak Dr. Rades Haji Arif Rahman Bau-Bau Sulawesi Tenggara. Astaghfiru Muhammadan Rasulullah. 9. Abdul Wahid Lutfi bin Bapak Haji Muhammad Siswandi Tulung Agung Jawa Timur. Sepuluh, Alvin Nur Khalis Sarjana Pendidikan Islam bin Bapak Khairani Tegal Jawa Tengah. Sebelas, Muhammad Fauzan Mubarak bin Bapak Haji Salman Zuhdi Depok Jawa Barat. Dua belas, Ahmad Nur Ulin Nuha bin almarhum Bapak Haji Nur Muhammad Ya'qub Gresik Jawa Timur. Tiga belas, Hilmi Hamidi Sarjana Sain bin Bapak Arifin Ghazali Bandung Jawa Barat. Empat belas, Ahmad Ubaidillah bin Bapak Haji Abdul Rahman Hulu Sungai Tengah Kalimantan Selatan. Lima belas, Ahmad Ilyas Sahawi Sarjana Teologi Islam bin Bapak Sahawi Ahmad Jember Jawa Timur. 16. Muhammad Mughnil Kiram bin Bapak Sodiri Tegal Jawa Tengah. 17. Muhammad Hamid Luffafi bin Bapak Ahmad Marzuki Banyuwangi Jawa Timur.
18 Mujib bin Bapak Muhruddin Cilacap Jawa Tengah. Sembilan belas Muhsinun bin Bapak Adnan Ciamis Jawa Barat. Dua puluh Hasan Nurdin bin Bapak Yoyo Jakaria Sumedang Jawa Barat. Dua puluh satu Ahmad Latif Kamal bin Bapak Kiai Ahmad Yahya Pekalongan Jawa Tengah. Dua puluh dua Mu'taz Rosif bin Bapak Haji Ahmad Muzofir Tegal Jawa Tengah. Dua puluh tiga Muhammad Zakiul Hikam bin Bapak Kiai Haji Ahmad Suadi Hasan Kulon Progo Yogyakarta. Dua puluh empat Khairul Anam bin Bapak Mun'am Wonosobo Jawa Tengah. 25 Haji Muhammad Albar Syakir bin Bapak Kiai Haji Nur Hadi Kediri Jawa Timur. 26 Ahmad Zainul Mustafa bin Bapak Ahmad Zainuddin Ismail Pekalongan Jawa Tengah. 27 Hilman Sakhawi bin Bapak Kiai Haji Kamal Syairoz Sumedang Jawa Barat. 28 Ari Setiawan bin Bapak Juwari Semarang Jawa Tengah. 29 Ahmad Zahid Sarjana Agama bin Bapak Syamsuddin Masyhur Cirebon Jawa Barat. 30 Muhammad Iqbal Maulana Sarjana Teologi Islam bin Bapak Sofwan Brebes Jawa Tengah. 31 Saiful Anwar bin Bapak Abdul Rahman Pati Jawa Tengah. 32 Muhammad Munzir bin Bapak Panuri Rembang Jawa Tengah. 33 Ahmad Milyun Nur bin Bapak Kiai Haji Dr. Randes Saifullah Matori Tegal Jawa Tengah. 34 Mukhlisin bin Bapak Watum Tegal Jawa Tengah. 35 Muhammad Haikal bin Bapak Kiai Haji Muhammad Shalih Siddiq Kebumen Jawa Tengah.
بصير كريم يا شافعي. 36 أحمد داي ربي بن بابا كي حاجي أحسن جابر مجالنكا جوا بارك. سريعا يا في يا رسول الله عيسنا يا رسول. Demikian tadi acara penyematan surban dan penyerahan syahadah kepada para khatimin 30 juz bilawai. Selanjutnya pengalungan samir dan penyerahan syahadah kepada para khatimat yang dipimpin oleh Ibu Nyai Hajah Musta'anah Saniyah dan Ibu Nyai Hajah Ida Fatimah. Kepada beliau dipersilahkan. Nama-nama khatimat 30 juz bil qira'atis sab'a. 1. Dr. Randa Hajjah Zuhra'ul Fauziyah binti Baba Haji Abu Amar Bantul Yogyakarta. 2. Fafi Rahmatillah binti Bapak Kiai Ahmad Bayhaqi Mustafa Magelang Jawa Tengah. 3. Hilyatus Sa'adah binti Bapak Kiai Haji Mahfud Sulaiman Bantul Yogyakarta. 4. Nama-nama khatimat 30 juz bil ghaib qira'ah masyhurah. 1. Aminah LCMA binti almarhum Bapak Dr. K. Haji Abdul Muhid Abdul Fatah Bantul Yogyakarta. 2. Intan Mauliana Imamah binti Bapak Mutolib Wai Pekubuhan Lampung Tengah. 3. Arifatun Nishrohah binti Bapak Mahsun Sragen Jawa Tengah. 4. Lutfiah Sarjana Pendidikan Islam binti Bapak Amir Salim Purbalingga Jawa Tengah. 5. Demikian tadi pengalungan samir, penyerahan syahadah dan kenang-kenangan kepada khatimat. Selanjutnya kepada keluarga, sahabat dan hadithulan yang ingin mengabadikan gambar para khatimin dipersilahkan. Pengambilan gambar pertama. Pengambilan gambar pertama.
selesai. Pengambilan pengambilan gambar kedua. Selesai. Pengambilan gambar ketiga. Selesai. Selanjutnya pengambilan gambar para khatimat. Pengambilan gambar pertama. Selesai. Pengambilan gambar kedua. Selesai. Pengambilan gambar ketiga. Selesai.